بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا يسر لنا كل المبرات واجعلنا في خدمة دينك الحنيف حتى ينتفع به منتفعون وحتى يكون حجة على العصاة المفسدين اللهم اجعلنا رحمة لخلقك لا نقمة لهم بل نقمتهم ترجع عليهم إن لم يعجلوا بالتوبة إليك يا رحمن يا رحيم يا من له العلم والقدرة والسلطان وأنت الذي تقدر على السيئات أن تقلبها حسنات أنت الرحمن الرحيم التي وسعت رحمتك كل شيء فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ولا تجعلنا من الضالين ولا المضلين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام هو دين العلم، والإسلام هو متصل بالعلم. من استسلم لله فهو عالم، ومن عصى الله ورسول الله عليه السلام فهو من أجل الجاهلين ومن أفقر الفقراء ومن سقط المتاع إن صح التعبير. لا قيمة له، بل ظالمون ما داموا على تلك الحالة من الجهل بالدين. الدين ليس كما يقول الملصقون به، الدين كما عرفه ربنا هو رابطة متينة مقدسة، ولا تلك رابطة ما بعدها إن صح إيمان المؤمنين وإسلام المسلمين وإحسان المحسنين. والإسلام عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ بإقراء، لا قراءة لنيل الشهادات المزورة تحت الطاولة، ولا لسمعة ولا تجبر ولا لظلم، بل اقرأ باسم ربك، اقرأ لكي تنفعك القراءة ولكي تنفع سواك بما فقهت من القراءة. وأعظم قراءة هي قراءة القرآن. هل أنتم هذه الهدية السنية التي وهب الله لخلقه الذين يتبعون رضوانه والذين يتبعون وجهه والذين لا يحيدون عن القرب منه ولا يخطئون في محبته إياه؟ لكن لكي نعطي إشارة فقط في باب العلم، نتحدث الآن إن شاء الله تعالى عن المعلوم كما ورد في تاج العلوم القرآن العظيم. ما يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ أخذ بعض المحطات فقط. في سورة الحج نبدأ بالتفتيش، آية 4: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. يعني يا ربي قدر أن تكون القرية الفلانية من الغابرين تكون في اللحظة التي عينها القادر القدير. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فماشي برنامج غير برنامج المولى. إذا كان ربي اتجهت إرادته إلى إهلاك الظالمين يريكم، فليس لهم بعد ذلك من أجل ولا تأجيل، بل بعد ذلك الفناء الدنيوي يكون عذاب الحياة البرزخية، ثم يكون كشف الحال يوم يعرض الكتاب والميزان، ثم يكون عذاب مقيم إلى ما لا نهاية له
من الزمان، وما أهلك من قرية إلا ولها كتاب معلوم. في نفس الصورة نجد آية 21: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هنا يشير الله إلى غناه وإلى فضله الذي ليس يمكن ولا يمكن لنا أن نحدد أنواعه ولا نقيم وزنه، فهو من فضل الله سبحانه وتعالى هذا القضاء والقدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولا كذلك يوري لربنا قيوم على كل خلقه وكذلك مهيمن على كل خلقه وهو يسوق الرزق بمقدار ما لا يوسع لمن يشاء ويضيق على من يشاء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. الخزائن هذيك لا تنفد أبدا مهما كثر الطالبون وعظمت مطالبهم، فخزائن الله ملأ لا ينقصها شيء مهما أنفق الله وأجاب الدعاة، فخزائنه لا حد لها إلا بما قدر. فهل أنتم راجعون يا ربكم الكريم؟ لأنكم طلاب الدنيا، وطلاب الدنيا لا يشبعون، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فلا زوز أنواع من الطالبين لا يشبع نوعا، طالب مال وطالب علم. نحن لسنا بطلاب مال ولكن طلاب علم يا رب العالمين، حتى نكون من المقربين ونكون من المنتفعين بحضرته سبحانه وتعالى، ونكون مغبين بحبه العظيم. وفي نفس السورة آية 38 قال: إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. أي أي ظالم ربي يعطيه ملا كما تكون أنت سيرسي مدده في حريته، مدده في بقائه، لا على يرجع لأنه ربي يفرح به حين يرجع، لكن أغلبهم لا يفقون شيئا. لهذا مدد ما شئت في حياته فهو الذي يرجع، وهذا ما وصف به ربنا بني إسرائيل. ولو عاشوا 1000 سنة يريدون 1000 سنة أخرى رغم أنه في 60 ولا 70 يصلوا إلى أرض العمر الذي لا رجعت منه. سلوبوا بنورتو تعرف الناس كم هم منغلقون على رحمة الرحمن العظيم، وهو حي القيوم سبحانه وتعالى. ننتقل إلى سورة الشعراء، نجد فيها آيتين. آية 38: جمع السحرة لميقات يوم معلوم. هذا فرعون وكيده، رجال من تحته نظموا باش يطوفوا في البلاد ويبحثون عن سحرة ماهرين حتى يعظموا عددهم ويكبروا شرهم وكيدهم، وبذلك ينتصر فرعون على النبيين الكريمين الأخوين عليهم السلام موسى وهارون. فجمع السحرة ولجمع السحرة لميقات يوم معلوم، أي فجمع هو أي بواسطات وبمخبرين وبساعين لمرضاته وأخذ بعض أمواله المنهوبة وما أهلكنا. أيوة، فجمع السحرة ولجمع السحرة لميقات يوم معلوم. هذا لابوه في العالم السياسة، أغلبهم يخططون لكي لا ينهض أصحاب الحق ولا يطلبون حقوقهم ولا يشعرون على البوح بتلك الحقوق ولا يجاهدون حتى يسترجعوها من الظالمين الغاصبين المعتدين الآثمين. هذا أرجع العالم السياسة، وتعرف بالضبط شو معناه. سيلتقون في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية لمدة زمنية معينة حتى يرتعون في كؤوس الخمر وشهوات الجنس والبطون بحرام واستعلاء على الله، كأن الله ليس بكائن وليس بحاضر وليس برقيب وليس بحسيب.
فنشوفها استعارت ولا فجاء مع السعارة تلبيقات يوم المعلوم. ثم نجد في آية 155 قال هذا قصة سيدنا صالح عليه السلام وهو فيما يبدو من الأنبياء العرب عليهم السلام في قول ربي في هذه الآية من سورة الشعراء قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم المعلوم. يعني الناس هذوما الطغاة حبوش كل شيء يكون في شيء توهم طلبوا معجزة فأمر الله صخرة أن تدفع من باطنها ما لم يكن في باطنها وهي ناقة صالح عليه السلام. إيش قال بوحي من الله؟ قال هذه ناقة ناقة الله وسقيها أي شربها يوما وشربكم يوم. يعني القسمة العادلة لا تروق له حبوا استغلال الكل شيء يتغداوا ولا يتعشاوا بالدنيا يتسحروا بالآخرة. هذا مثل تونسي. قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني حدد عند السياسيين لا تحديد يحب دقيقة يقرب الطاولة دقيقة يغدر دقيقة ينتقم مما ممن يعتبرهم أعداء ودقيقة يرتب على من أعطاهم الأمان عهد الأمان لا عهد لهم ولا ميثاق أغلبهم. وهذا علاش الأمم كلها تعاني لأنها ترزح تحت السلطان ظلم كفر فجر. ننتقل إلى سورة الصافات نجد فيها آيتين آية 41 ربي استثنانا إلا عباد الله المخلصين الخالصين مخلصين بأمر الله ورحمته وخالصين بتمكين لنا في الثبات على الإخلاص له. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. رزقنا ليس مادة يا ناس. رزقنا روحي ثم عقلي ثم عاطفي عاطفة من نحو الله. ولا عروس لله عليهم السلام ولا وحو ملكة الكرام عليهم السلام ونحو السعداء من الإنس والجن. أنتم رزقكم بحكم تصوت شيطانكم وتلبيسات الحقائق اللي فيكم رزقكم نكد أحببتم أم كرهتم إلا أن ترجعوا إلى رب العالمين فيوسع لكم في الرزق الروحي والعقلي والعاطفي وأنت ماشي. يعني تولي حياتكم كأن جنة على 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 في الدنيا. وفما مثل أنا فانس من أهل الخصاصة يقول لك جنة فيها بريكاجي خير لنا الحاجة بريكاجي تكون شيء طوع طوع رغبتك وفي متناولك خطوف ودانية رب يقول. في نفس الصورة آية 164 وما منا إلا لو مقام معلوم. أنا ربما جاء على لسان الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام ليس كل شيء مرتب بعلم. يعني تنظيم أفواج الملائكة من لدنه الرحمن الرحيم ويحبوا الصف كالبنيان المرصوص ويحبوا التسليم له كل التسليم يا رسول الله فيما أمرهم. ولو كانوا من حراس جهنم أي من الزبانية يطيعون الله ولا يخشون إلا إياه وهم بأمره يسلكون. وما منا إلا لو مقام المالو دونك بالنسبة للبوست والمقامات كل شيء تحت السلطان علم الله. شباب الدين دقة وثبات على المبادئ ولا يقبل نفاقا أو توزيع النفس إلى شقين متقابلين متضادين أبدا. أما إيمان خالص وإلا نفاق ولا كفر ولا صريح بواح. ننتقل إلى سورة صاد
نجد الألم يوعظ بني واعظ بني. إلى ألك تحدثنا فيها قبل اليوم المعلوم بقينا في آية 38 الحجر، هنا ترجع نفس الآية، قال بإنك من منظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نتجه إلى سورة الواقعة نجد فيها آية 50 لما تجمعون إلى ميقات يوم المعلوم، تحبوا لم تكروا ستبع فيكم الحياة، تخرجون من قبوركم وتتجهون نحو الميعاد الذي قدره الله بعلم وقوة وإرادة. رب يقول لما تجمعون إلى ميقات يوم المعلوم ثم نأتي للمعارج آية 24. احنا من صفاتنا ان نؤمن بالزكاة، on a accompli la zakat، c'est-à-dire il y a une part de notre patrimoine de nos intérêts chaque année on doit dépenser aux indigents et à toute autre catégorie qui dans le besoin, dans la nécessité. C'est la loi divine, c'est Dieu qui l'a voulu par sa science infinie. C'est pour rétablir l'équilibre social et pour affermir les liens entre les musulmans, quel que soit leur niveau de richesse ou de pauvreté. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ذبيك السائل هو الذي انتقل من العفة الكبيرة اللي من ربي مدع آلاء تحسبهم أغنياء من التعفف، هذا انتقل إلى تعرض الناس ويسأل بعض من أموالهم، والمحروم هو اللي في حالة الفقر المتقع، ولا محروم من العناية الطبية، ولا محروم من البسمة، ولا محروم من الكلمة الطيبة، ولا محروم كاليتيم. يا ناس ودي بالكم من اليتيم، ولا مش بتاع بيكم اللي ما تمسحش على رأسه، هو بحاجة إلى عطف المحيطين به. أي أنتم قصد قلوبكم حتى فاتت قصد الحجارة ولا تنار من خشية الله أو ينبع من الماء، ينبجز من الماء. وبعد نوجدوا في آخر المرحلة أي 22 من المرسلات، فجعلناه بقرار المكين إلى قدر المعلوم، وهذا قرار المكين معجزة، القرار هو الرحم، القرار لا تتمكن منه البويضة الملقعة بإذن الله سبحانه وتعالى بعلم وبتقدير وبإرادة وبضبط إلى أجل. من يعلم الأجل؟ الله. يجب يكون وضع في آخر شهر التاسع، يجب يكون إجهار مبكر متوسط ولا إجهار ما قبل 9-7 أشهر، أسبوع يقول أسبوعي عامة يبدأ غير مؤهل باش يعيش حياة طبيعية على مستويات الأجهزة كلها، بما ذلك الجهاز التنفسي أخذ هناك نقص أو غياب من عنصر اسمه لوسير فاكتور اللي يخلي بحضوره وبمقدار المعلوم القصبات لا تنطبق بل تبقى بين توسع وانقباض وسيط حتى تصل العملية التنفسية. والآن تقدم العلم وحلت المشكلة إلى حد وإلى أجل معلوم، فهل أنتم تاهون عن جهلكم وجاهليتكم وعمكم وسمكم؟ ها احنا على القرآن نعالج هذه الحياة فيكم لعل البعض منكم يفهم قصدنا ويرجع إلى ربنا ويأخذ من أسرار القرآن العظيم
ومن أسرار الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم. وعندئذ يقول الحمد لله أني رجعت إلى الله قبل أن يحق علي القول، فقد أخذ بالعلم فنجا، ومن تكبر عليه هلك وندم، حيث ليس هناك نفع من الندم مهما كانت أعذارك، فأنت منبوذ محتقر، وأنت من الخاسئين المبغضين عند رب العالمين. والسلام على من اتبع الهدى.